الحظ كان معاها لما قدمت اغنيه حبيبي رضها مع النجم الهندي شاروخان، واعتبرت هذه التجربه نقله كبيره في مشوارها الفني. هي المطربه الشابه شيماء الشايب. في لقاء خاص لكاميرا عربود مع شيماء حدثتنا عن كواليس تلك التجربه وعن البومها الجديد، كما كشفت عن سبب تاجيلها تقديم ديو مع والدتها الفنانه الشعبيه فاطمه عيد. حبيبي كل مدى قلبي قرب منك اللي هدي حل الدنيا دي فاني وابطل اقولك انا بحبك زيادة. بين كل اصوات العالم اختارها شاروخان لتقدم معه ديو احدث افلامه جاب هاريمات سجل. هي الفنانة الصاعدة شيماء الشايب التي استطاعت ان تصل للعالمية بفضل موهبتها المتميزة. الاغنية طبعا حبيبي رادها، هما سموا الاسم ده سوني ميوزك انديا، هما اللي قالوا نسميها كده. الاغنية الاصلية اسمها رادها، هي أغنية جوه الفيلم بتاع جاب هاريمات سجل بتاع طبعا نجم العالمية شاروخان، واللي رشحني كان ريتشارد حسين. بعد تسجيلها للأغنية في مصر التقت شيماء بشاروخان لأول مرة في دبي. كانتش محتاجة ان هو حد يعرفني عليه خالص، هو اول ما شافني عارف ان انا شيماء اللي عملت الأغنية الفيلم بتاعه اللي هي حبيبي رادها، وقال لي شكرا جدا على ادائك كان جميل جدا ومتشكر جدا وبتاع، وقال لي على فكرة انا كنت بكلم دلوقتي مع تلفزيون برضو مصري وقلت لهم على الأغنية، لان انا اول مطربه مصريه اغني مع شاروخان في حاجه زي كده، في عمل فني زي ده طبعا الحمد لله. واتكلم وقال استنوا فيلمي الجديد كده بالعربي، قالها لي يعني ان انا لسه قايل لهم كده دلوقتي، قال لا انا هاجي فعلا مصر قريب وعشان طبعا المعجبين كلهم يشوفوه ان شاء الله. تستعد شيماء حاليا لطرح ميني ألبوم. خلينا ننزل مثلا ألبوم ميني ألبوم يضم 4 أغاني بحيث الناس تسمعهم وتركز فيهم قوي، دايما الحاجة الصغيرة بتبقى محبوبة أكتر للناس. لم تكن موهبة شيماء وليدة الصدفة، بل ورثتها من والدتها الفنانة فاطمة عيد. حلي وأنا حلي، آه يا لابسة فرحة تلي، افرحي وأنا غني، آه يا لابسة فرحة تلي. وعن خطوة التمثيل، أنا مركزة أكتر في الغنى، بس لو اتعرض عليا حاجة قوية زي مثلا مسلسل الفنانة شيرين لو طريقي كان هايل كان تحفة، فالواحد لو حاجة زي كده اتعرضت عليه لا طبعا أكيد مش ممكن هرفض أبدا، لكن أنا تركيزي الأساسي هو في الغنى في الوقت الحالي. يبدو أن شيماء تعيش الآن قصة حب ولكن لا تريد أن تعلن عن تفاصيلها. لا أنا فيها طبعا. ليه حاجات بقى دي شخصية شوي.